ونده للواء حسن مسعود. ايوه طب ما تنده له. معانا على الهوا سياده اللواء حسن. مساء الخير كابتن عدلي. مساء الخير استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا سياده اللواء، وحمد لله على السلامه وموفق دايما ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب. كان الاستاذ ابراهيم هو بيكلمك له افيه كده يقول لك عوض حسن بدل ما عوض احمد يعني. لا الحمد لله، الحمد لله ان الواحد رجع بيته. الواحد ده عوض حسن ومسعود كمان، ده عوض حسن ومسعود. الحمد لله على السلامه يا سياده اللواء. تشعر بارتياح يا حسن بيه؟ الله يسلم حضرتك. تشعر بارتياح يعني وكأنك كنت مسافر ورجعت؟ ها طبعا كابتن عدلي، انت حضرتك عارف ان وجربت هذا، ان لما طلعت بره النادي ورجعت يبقى احساس تاني. ان النادي الاهلي طبعا ده بيتنا، وهو اللي بيخرج منه احنا عاملين زي السمك بالظبط. حياتنا بيقولها بيبقى لها طعم مختلف جوه النادي، ها بكل بقى المشاكل والتحديات والضغوط تماما. عموما انت هتجد، اعتقد الاعضاء هيرحبوا بيك وكانوا مستنيينك، وعليك شغل كتير باذن الله، وتساعد المجلس في انه يتعرف على ما يحتاجه اعضاء مدينه نصر. هو ده الدور الاهم على فكره، يعني انا كنت بقول للكابتن صالح انا دوري اعرفك الاعضاء محتاجين ايه علشان تقدر تاخد القرارات اللي تسعدهم. فاعتقد ان كل واحد في موقعه لازم يلعب هذا الدور. ان شاء الله النهارده كان في يمكن لقاء مع الكابتن محمود خطيب رئيس النادي، في وجود الاستاذ العامري فاروق والعميد محمد برجان، وتم التوجيه وكي عن اسلوب او الفتره، اسلوب العمل في الفتره اللي جايه ان شاء الله، بخصوص برنامج عائله النادي الاهلي، والاهتمام بكل ما يطلبه الاعضاء، والاهتمام بكل متطلباتهم، وكذا العاملين بالنادي، والالتزام الكامل بتنفيذ البرنامج، وفي متابعه مستمره ومستديمه من مجلس اداره على الاداء بتاع الاداره. وان شاء الله باذن الله هيجي، يعني احنا باذن الله بنعمل في هذا الاتجاه وهذا الخط، ان احنا بنشوف طلبات الساده الاعضاء ايه، متطلبات الموضوع ايه، احتياجات الناس ايه، احتياجات العاملين ايه. فان شاء الله باذن الله يعني الناس تحس ان شاء الله ان في حاجه، المجلس يعني جاب ناس ان شاء الله تأدي زي ما المجلس عاوز مننا ان شاء الله باذن الله. هو في مقابل الاهتمام باحتياجات الاعضاء وان احنا نبقى كلنا في خدمتهم، بنطلب من الساده الاعضاء التعاون مع لوائح وتعليمات النادي حمايه لهم وحمايه لمصالحهم ومصالح ابنائهم. والله ومن خلال تعاملات السابقه في فرع النادي او في مدينه نصر، ان الاعضاء على مستوى عالي جدا في التعاون، وفي تجاوب كامل، وفي حب واهتمام برفعه النادي. فالاعضاء ان شاء الله باذن الله هم دايما كده على فكره، اذا موجوده في اعضاء النادي الاهلي ان هم ملتزم حقيقي. عايز تقول تمام الفترة الجاية طبعا تنفيذ برنامج عائلة الأهلي يا سيادة اللواء بيستتبعه بالتأكيد تفعيل العلاقة مع العضو، هل فيه آلية للتخاطب مع الأعضاء، استقبال مقترحاتهم، استقبال شكاويهم، هل في إدارة، هل في إزاي الأعضاء يقدروا يتواصلوا مع الإدارة؟ هو أول حاجة التواجد أطول وقت ممكن، التواجد في وسط الأعضاء مع طلباتهم سواء احتياجاتهم، دراسه هذه الطلبات والباب المفتوح توفيرها اللي في امكانيات الاداره بتعمله. في اكثر من مكان اداره بنلجا للمكتب او مجلس الاداره وبيوفروا لنا الامكانيات، والنهارده واخدين توجيه كامل لهذا من السيد الرئيس الكابتن محمود خطيب رئيس النادي ان شاء الله النهارده يعني. ان شاء الله. وسياسه الباب المفتوح دي استراتيجيه عملك دايما وابدا. الاعضاء متعودين على كده، وانا متعود على كده، ان انا موجود في وسط الناس، انا منهم وبسمع كل ما هو مطلوب بنحاول نعمله، بنهتم برضه، وده كان تركيز النهارده برضه من رئيس النادي، تركيز على العاملين بالنادي، وان احنا نهتم بيهم، حل مشاكلهم واحتياجاتهم يعني جنبا بجنب، لان احنا كلنا منظومه واحده. الاداره مش مدير، الاداره من المدير لاصغر واحد، كلنا منظومه، المنظومه ديت كل واحد ليه دور فيها. فان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه ان شاء الله يعني نجتهد ونبذل كل ما
عندنا من قدرات وامكانيات علشان ننفذ كل متطلبات الاعضاء واحتياجاتهم وتواجد وسطيهم، ويعني ان شاء الله باذن الله الناس هتحس باذن الله ان الامور يعني للافضل ان شاء الله. باذن الله الف مبروك وعود حسن ومسعود كمان. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا. كابتن عدلي اتفضل. بس افكر الكابتن عدلي بحاجه. ايوه. كابتن عدلي جالي المكتب. وجي قال لي يا حسن انت النادي عايزينك، يعني لو طلبناك رايك ايه؟ قلت له كابتن عدلي انا تحت امر النادي في اي وقت وفي اي مكان. كابتن عدلي موجود يعني. هم دول رجالات الاهلي يا سياده اللواء. وانا تحت طبعا النادي الاهلي هو اللي يعني هو اللي عملنا، واحنا في النادي الاهلي يعني خاصه وخالصا. الف مبروك وباذن الله كل التوفيق للي هو حسن مسعود العائد لموقعه مديرا لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر.